لكن من ناحية تانية في أمور بتحدث خارجة عن طبعاً. إرادة الإنسان طبعاً. مثل ظروف صعبة طبعاً. تجارب أمراض طبعاً. موت كارثة طبعاً. يعني ما فينا كمان نتغاضى عن هالشي بتحدث طبعاً. وهذا السؤال اللي بيسألوا ليه أنا كنت أضفت الحرية الغير مسؤولة لكن ما ننكرش تلوث البيئة بيسبب بلاوي كتيرة جدا يعني لوحظ في مصر مثلا أن الناس اللي ساكنة في منطقة حلوان جنب المصانع عندهم أمراض كتيرة في الرئة وتوصل كانسر وغيره وغيره لأن النهار كله يتنفسوا عوادم طالعة من المصانع بتتسبب في بلاوي كتيرة جدا ما ننكرش كسر ناموس الطبيعة بيسبب بلاوي كتيرة جدا جدا يعني أنا مرة قعدت أقرأ عن ثقب الأوزون والبلاوي اللي بيسببها ثقب الأوزون وأدركت إن في النهاية إحنا اللي تسببنا بكل اللي بنعمله ثقب الأوزون سبب قد إيه كوارث في العالم كله فأمور كتيرة جدا إحنا اللي من خلفها